فيها على أنواع المبيدات التي تتغلب على الصراصير. الأول هو المبيد المعروف بشكل عادي، يعني في رشاش تلقائي، بايجو، فليتوكس إلى آخره. الثاني هو عبارة عن طباشير يتم كتابة به على الجدران. والثالث هو عبارة عن بودرة، يعني غبرة تخلط مع اليوغورت وتوضع في الأماكن التي يخرج منها الصراصير للتغلب عليه. فهذه من بين أغلب الوسائل المنتشرة. هذا الذي قلت لكم، الطباشير نضعه في المكان الذي يخرج منه الصراصير حتى نمنعه من الوصول. وهذه البودرة أو يعني الغبرة تخلط مع يوغورت دانون وتوضع في مجموعة من الأماكن، خصوصا الجنبات والزوايا. وهذا طبعا الرشاش المباشر، يعني في حالة وجود صراصير دخلت لأماكن يصعب الوصول إليها، وهو من صنع أوروبي. بينما البودرة والطباشير يعني من صنع مغربي. إذن على بركة الله نبدأ بعملية الكتابة بالطباشير الخاص بالصراصير. فكما تشاهدون هذه نافذة للمرحاض، نقوم بتغطيتها بهذا الطباشير بشكل دائري حتى نمنع دخول الصراصير إليها. نضع عليها كليا. كذلك هناك مكان آخر لتهوية المرحاض، نضع فيه هذا الطباشير. ننتقل إلى مكان آخر بالمنزل، وهو باب الدخول. باب الدخول ممكن أن يدخل تحت الباب. نضع الطباشير في الأرض ونرفعه قليلا في السقف. كذلك في الأرض القريبة حتى نمنع من دخوله. أيضا في باب المطبخ نضع القليل منه. ثم كذلك في نافذة المطبخ، كما تشاهدون نافذة المطبخ